مبروك قطار بطولات النادي الأهلي ما يعرفش التوقف أو حتى الانتظار، عامل زي القطر اللي دايما بيكسب بطولات طول الوقت. امبارح نادي الأهلي أضاف بطولة جديدة لدولاب بطولاته، وهي بطولة السوبر المصري بعد فوزه على نادي بيراميدز بهدف نظيف أحرزه علي معلول من ضربة الجزاء في اللقاء اللي أقيم امبارح في دولة الإمارات الشقيقة. كل التهاني وألف مبروك لنادي الأهلي، وطبعا نقول ايه هارد لك لنادي بيراميدز. ده حقيقي، والناس كلها مبسوطة من امبارح، هي فرح سعادة كبيرة جدا لعشاقه ومحبي النادي الأهلي بعد تحقيق السوبر. النادي الأهلي بيعيش أحلى فتراته الفترة دي، أحلى يعني أوقات حياته، استقرار رياضي إداري بيكون نتيجته أكيد تحقيق بطولات، وده اللي الفريق بيعمله. أعتقد النادي الأهلي هيقفل ملف السوبر بقى علشان يستعد للدور قبل النهائي في بطولة دور الأبطال الأفريقي قدام الترجي الأسبوع اللي جاي، واللي بنتمنى إنه يحقق فيها الفوز للاقتراب من تحقيق لقبها إن شاء الله. يا دايما يعني الأهلي معودنا كده على الفرحة والسعادة والنتائج المبهرة، وكانت مباراة حلوة، كانت حلوة جدا جدا جدا، دايما مفرحنا ودايما بالتوفيق كده نادي الأهلي. طبعا احنا يعني من أنصار نادي الأهلي.